بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الشمس فر نووي ملتهب. أن الذي ينظر إلى هذه الصورة التي التقطتها وكالة ناسا للفضاء يظن بأن أمام فر ملتهب يشتعل في داخله الوقود ويبث النار الملتهبة، ولكن الحقيقة أن ما نراه أمامنا هو جزء من سطح الشمس. هذه الصورة تثبت أن الشمس وفر نووي ووقودها الهيدروجين، وطريقة اشتعاله هو اندماج ذرات الهيدروجين وانتاج كميات كبيرة من الطاقة والحرارة أيضا والضوء. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وجعلناه سراجا وهاجا، سورة النبأ آية 13. والشمس تشبه السراج من حيث آلية عملها، والسراج هو آلة التي يشتعل فيها الوقود لمدنا بالضوء والحرارة. والشمس كذلك هي آلة إلهية يشتعل فيها الهيدروجين ليمدنا بالضوء والحرارة. إن هذه الآية تشهد على إعجاز القرآن، والله أعلم.